5 انسحابات و5 مشاركات جديدة فتحت البوابات. انطلقت جياد وافراس المستورد عمر الاربع سنوات فاكثر بمختلف درجاتها تتنافس على جائزة فهد بن عبد العزيز بن معمر يرحمه الله من اهل العينة واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه على مسافة الميل وربع الميل. مقدار الجائزة 78,000 ريال. الانطلاقة تبدأ من انجم مست مشاهدين الكرام في المركز الاول وادرنا في المركز الثاني من الخارج. هذه الفرس الحمراء ذات الخمس سنوات القادمة من الميادين الاوروبية تحديدا الميادين الالمانية هي في المركز الثاني الان تحاول التقدم والمركز الاول مع انديان ميست في محاولات من برايفت براز للتقدم هي في المركز الثالث الان ومن الداخل ايضا التمت ريسبكت ومن الخارج هناك المحاولات من سكرت لوف وايضا نمر او ستيبس ارت من الخارج في هذه الاثناء تتقدم ادورنا للمركز الاول ومن الداخل يتراجع وتتراجع انديان ميست للمركز الثاني تقدم لبرايفت برايز للمركز الثالث وحضور الان ميوزك سيتي في المركز الرابع يتقدم للمركز الثالث مع محاولات ايضا لتحسين الموقع من سكرت لوف والمراحل الاخيره قبل المنعطف الاخير مشاهدينا الكرام ال 400 متر الاخيره الحاسمه في هذا الشوط ادورنا في المركز الاول من الداخل محاولات من الخارج للتقدم في هذه الأثناء من ميوزك سيتي في المركز الأول الآن التقدم والمنافسة المثيرة والأمتار المئة الأخيرة مشاهدينا الكرام ميوزك سيتي في المركز الأول المتابعة من نمر بدر للمركز الثاني أدورنا للمركز الثالث مشاهدينا